فرحة عارمة كما نشاهد أيضا لملاك هذا الجواد أمريكان فيرو من خلال هذا التواجد. أيضا الفرحة عامرة لأيضا فيكتور سبينوزا، ثاني موسم على التوالي يحقق لقب كنتاكي ديربي طبعا، والثالث للفارس في كنتاكي. يعني فارس جدا مميز، عنده خبرات يعني، ويعني وفارس محنك من الدرجه الاولى، يعني استغل يعني النقاط افضل حصان بالسباق، وبالفعل ما خيب الظن وحقق النتيجه يعني. ونبارك احنا طبعا لاحمد زياد، نبارك للمصريين بهذا الفوز وتمثيل العرب في كنتاكي ديربي في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا اتوقع من امريكان فاير اذا استمر بهالطريقه نشوفه بالبريدز كاب كلاسيك وربما في كاس العالمي. نعم فعلا، دائما عناصر النجاح متعددة، خاصة عندما يكون أيضا التواجد على أرض الواقع بهذه القوة. مشاهدين الكرام، هناك فريق عمل خلف الكواليس، فهناك المالك المدرب الجوكي. نحن يسعدنا أن نجري هذه اللقاءات مشاهدينا مشاهدينا الكرام مع ملاك المالك والمدرب وأيضا الجوكي لأيضا أمريكان فيرو، ومن بعدها سنذهب فورا للفقرة التحليلية مع زميل سلطان سعيد حارب. إذا نتابع هذه اللقاءات. I'm speechless. This is really emotional. We've been very close and we're extremely thrilled and honored. This is one special horse. I was very reluctant to hype him, but the horse does the talking. We are very privileged to have an unbelievable trainer, a fantastic team. This is a dream come true. We are just beyond blessed. Well, I mean, it's such a privilege to even have a horse to come here with. And then to win it, it never gets old. I just feel so, you know, I'm so lucky to be in this position. And American Pharoah Dortmund, they ran their races, and but this American Pharoah, you know, he's just something that just been keeps bringing it, and he makes a trainer really look good. So thank God for great horses. نعم. إذا المشاهدين الكرام، ننتقل لزميل سلطان سعيد حارب والفقرة التحليلية لسباق الكنتاكي ديربي 2015. تفضل سلطان. نسخة رقم 141 والأنظار اتجهت للكنتاكي الديربي للبحث عن البطل للتاج الثلاثي، كانت مهمة جدا. تشيرشل داونز بوب بافرت يرسل مرشحين قويين لهذا الشوط، أمال جودولفين مع فروستر كارين ماكلاغلن أيضا كانت موجودة. بطل الديربي الإماراتي مبتهج يرسله مايك ديكوك لتمثيل الإمارات، هذه العلاقة الجميلة اللي شفناها، يعني جميل جدا أن نشوف أبطال يتجهون للكنتاكي ديربي. بطل أركنين ستيكس ديربي، سانتا أنيتا ديربي، بطل سانلاند ديربي، أيضا ميموريال ستيكس اللي هو فورستد اللي هو بطل الديربي، كلهم أخوي عصام مشاركين في هذا المشاركة الكبيرة. نعم سلطان، أيضا أتت هذه النسخة مثيرة فعلا للجدل، وبمشاركة إماراتية من فريق جودولفين، وأيضا لسمو الشيخ محمد بن خليفة المكتوم عن طريق أيضا الجواد مبتهج بطل ديربي الإمارات. أتت مشتعلة، 19 جواد في هذه النسخة، مزدحمة الانطلاقة. مبتهج شارك في هذه الأمسية، ولكن أنا أقول أن المشاركة كانت كبيرة على كلام الخبراء الأمريكيين في عالم الخير أنه هو من أفضل السباقات الكنتاكي الديربي على مر العقد الماضي، لأن ما كانت خيول كبيرة. أمريكان فرعون وهو الفرعون الأمريكي يقدم عرض قوي مع بوب بافرت، هل سيدافع عن التاج الثلاثي؟ لأن الأمريكان متعطشين دائما جدا للتاج الثلاثي. نعم، لو تحدثنا عن النسخة الأخيرة من الكنتاكي ديربي، رأينا كاليفورنيا كروم، ومن ثم ذهب للبريكنس ستيكس وانتزع لقب البريكنس ستيكس، وذهب للجولة الثالثة بيرمونت ستيكس وظهر بخفي حني. هل نتوقع يعاد السيناريو في عام 2015؟ أكيد بوب بافرت بيتجه مع الأمريكان فورون إلى سباق البلمونت بارك، ومن ثم إلى سباقات سانتا أنيتا للتاج الثلاثي والبريدرز كاب كلاسيك اللي يجمع الكبار مع الصغار والبريدرز، ومن ثم هل يتجه إلى دبي أم لا؟ لا نعرف. دعنا نرى سويا السباق ومجريات السباق. شكرا. نتابع أن هذه أمسية الكنتاكي ديربي الأمسية رقم 141 بانطلاقة قوية، البوابات لعبت دور كبير مثل ما نتابع الآن أمريكان فرعون في البوابة. شوف توزيع البوابات الآن، أمريكان فرعون في البوابة رقم 18، فورستد لجودولفين بوابة رقم 15، دورتموند ببوابة رقم 6، مبتهج بطل الديربي الإماراتي بالبوابة 7 مع كريستوفر سمولر. الآن سوف نتابع بعد هذه اللقطة كيفية توجهات الخيول من بعد هذه البوابات.
مثل ما نتابع ان 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 امريكان فيرون في البوابه رقم 18 حاول ان يضغط على جميع الخيول المبتهج مع كريستوفر سمولن، الان في وضع في مازق كبير، لان كريستوفر سمولن يحب ان يجعل المبتهج في الخيول الاماميه. ديرتموند ايضا لاحظ هذه اللقطه، ديرتموند مثل ما نتابع مع غارسيا، وايضا هناك امريكان فيرون فيكتور اسبينوزا بطل مع كاليفورنيا كروم، ايضا المخضرم غاري ستيفن مع فاير لاين ايضا في المركز الثاني. هذه الثلاثي الان البيس بدا يتقرر مع خيول بوب بافرت المرشح للمركز الاول، انه يهدوا الوضع ويهدوا ايقاع السباق، مما كلف الكثير للخيول اللي في الخلف، ومنها فورستد القادم من الخلف. هذا هو المنعطف الاولي للسباق، وانا اقول ان التكتيك السباق كان دور مهم ايضا. فايرلينج لاين غاري ستيفنز عرف يحدد موقعه، هذه الخيول الجميع اللي في الصداره هي الخيول المرشحه. الان نتابع ان امريكان فورو في المركز الرابع مع فيكتور اسبينوزا، سباق قوي، هذا هو سباق قوي في المركز الرابع مع ايقاع السباق البطيء يلعب دور كبير انك تكون ضمن الخيول اللي تكون في الامام. الان بعد توزيع الخيول الرابع ديرتموند مع مارتن غارسيا في المركز الاول بفارق طول عن غاري ستيفنز فايرنج لاين المركز، الان نتابع ان امريكان فورون يدخل على المركز الثالث. هناك في ايضا نتابع ان مبتهج في المركز، هذا هو مبتهج ايضا، هذه الثلاثيه ديرتموند هذا هو قاد ايقاع السباق بطريقه مع مارتن غارسيا بطريقه سهله، ايقاع بطيء لهذا الشوط. ايضا نتابع ان فايرنج لاين في المركز الثاني مع غاري ستيفنز هو في المركز الثاني، وايضا الثالث امريكان فورون في المركز الثالث. هذا يدل ان هذه الخيول كانت المرشحه الاولى لهذا الشوط، اتخذت موقع الصداره، وايضا هناك كانت مشاكل ايضا فورستد يطلب منه ان التقدم لان فارق 10 اطوال، فارق كبير مثل ما نتابع. ايضا عند المنعطف الأخير بدت الإثارة وبدأ الشوط يرسم، ديرتموند مع مارتن غارسيا في المركز الأول، غاري ستيفنز مع الفايرنج لاين في المركز الثاني، أمريكان فورون بدأ يضغط على المتصدرين، وهذا لعب دور كبير من فيكتور أسبينوزا، عرف أنه يتقدم في الوقت المناسب، ولكن مبتهج بفارق كبير 5 أطوال. كريستوفر سمولن كانت عنده مشكلة من البوابات. أيضا هناك نتابع فورستد مع غارسيا كان في متأخر، فهذا اللعبة دور كبير. الآن عند المنعطف الأخير الكنتاكي داربي بدأت تتجه صورته، وبدأ نتابع أن آخر فورلونج هي أن الخيول المرشحة هي هذيل أبطال الداربي الترايل داربي ترايلز. وكمثل ما نتابع ان هناك ظهرت كانت المشاكل، كريستوفر سمولن يحاول انه يطلب من مبتهج انه دخول على المنعطف الاخير ويبحث عن الثغره لانه هو في مشكله كبيره. ايضا الثلاثيه الان في اخر 100 متر، هذه هي الثلاثيه الكبيره، الانظار، الجمهور متعطش ليبحث عن البطل. امريكان فورم بدا يضغط على فايرنج لاين، وايضا دورتموند هذيل هم الابطال الثلاثي. فورستد الان من الخلف يحاول انه يدخل، شوفوا فورستد مع كارين ماكلاغلن مبتهج يسلم الامر، سباق كبير جدا لمبتهج، ولكن امريكان فورون مع الزيات واسطبلات الزيات تبحث عن بطل، وهذا هو البطل. نقول الف الف مبروك لامريكان فورون للزيات، وكان هذا هو الجانب التحليلي المتخصص في الكنتاكي ديربي والمتخصص في ال 1000 جنيز الكلاسيكي، ونتابع وشكرا لكم. نعم سلطان، بتحدث معك عن فورستد ايضا ممثل فريق جودولفين، تابعنا انطلاقه في الامتار الاخيره، ربما تكون المسافه الاطول ميل ونصف مناسبه تماما. انا اقول ان التوقيت كان من البوابات، ان تاخر فورستد من البوابات وايقاع السباق، خيول بوب بافرت قادت ايقاع السباق بطيء جدا بعد اول 200 متر، الفرسان لعبوها بشكل تكتيكي وصار سبرنت اخير. نعم. هذا اللي خلى خيول في الصداره تكون في الصداره، ولكن فورستد قدم اداء قوي، بيكون نت قوي للسباق التاج الثلاثي القادم. انا اقول لك ولفريق جودولفين لا تفقدوا الامل، لأن خيل قوي قادم للسباق. نعم، خاصة على مسافة الميل ونصفه، هو السباق الثالث في أيضا سلسلة التاج الثلاثي الأمريكي. شكرا لك سلطان سعيد حارب على أيضا مرافقتك لنا في الفقرة التحليلية بشكل دائم. أيضا أحمد،
أمريكان فيرو لديه 6 سباقات 5 انتصارات 4 منها جروب 1 وانتصار 1 جروب 2. في عمر 2 سباقان جروب 2، في عمر 3 سنوات سباقان جروب 2 في عمر 2 سباقان جروب 1، وفي عمر 3 سنوات سباقان جروب 1 وسباق جروب 2. ممكن أن نرى بطل تاج الثلاثي في هذا الموسم بعد غياب ما يقارب 40 عام؟ ممكن، في احتمال يعني بإمكان 50% بالفرصة، لأنه طبعا احتمالية الفوز بالتاج الثلاثي بالجولات الثلاثة شيء صعب جدا، يعني مش أي حصان ممكن يسويها. لكن لو شفنا المعادلة اللي عملها المالك أحمد زيات في التوليد، يعني كان والده أو إنه اشتهر إنه أمريكان فيرو إنه من إمباير ميكر، يعني بطل بيلمونت. نعم. وطبعا توليده من جهة الأم يعني بيرجع لستوم كات مايلر، فجمع بين السرعة والتحمل، فأتوقع من هذا ممكن يخدم الحصان إنه ينافس خلال الجولة بشكل قوي. إذا كان عنده التحمل الكافي ممكن نشوف بطل تاج ثلاثي. ممكن، خاصة أن الموعد قرب، لأن 3 سباقات في شهر واحد، 3 سباقات التاج الثلاثي مشاهدينا الكرام في أمريكا في شهر واحد، يخوض أيضا الجواد 3 سباقات، وأعتقد أن فترة قصيرة نوعا ما ومرهقة على الجواد. لهذا بطل التاج الثلاثي يكون جواد من الدرجة الأولى، وتنصب بالأعين. 40 سنة لم يحقق أي جواد. بالفعل أنه السباق يعني جدا يعني من نوع خاص، يعني صحيح أن المسافات نوعا ما متقاربة 2000 1900 1400 جولة الأخيرة. نعم. لكن القرب المسافة تنوع قدرات الخيول، يعني فايرينج لاين حيستغل المسافة القادمة 1900 يعني متر أقل. لو شاهدنا فايرينج لاين نسلط عليه الضوء عن قدرات الجواد، عن مشاركات الجواد، شارك مع دورتموند صاحب المركز الثالث في الكنتاكي ديربي في سباق سابق تحضيري، خسر من دورتموند بفارق قليل، يعني في السباق هذا انتقم من دورتموند وتفوق عليه، فربما يكرر سيناريو فايرينج لاين ويتفوق على أمريكان فيرو في البريكنز ستيكس. نعم فعلا. يمكن سؤالي الأخير أو تعقيبي الأخير أيضا، الجمهور الأمريكي وخاصة جمهور ولاية كاليفورنيا مع كاليفورنيا كروم كان مميز وكان وفيا، هل سيستمر بنفس الوفاء أيضا مع أمريكان فيرو من خلال أول سباق وله جماهيرية كبيرة هذا الجواد؟ طبعا يعني هو الحصان يعني أثبت نفسه وليه بصمة قوية من العام الماضي. أتوقع الحصان يعني لفت الجميع من حيث الأداء، من حيث التكوين الجسمانية. أتوقع الحصان يكون من أفضل من الآن، أنا رشح يكون من أفضل للفحول سواء منتج للتراب بالدرجة الأولى أو من العشب. لكن طبعا حيكسب مزيد من الجماهيرية ومزيد من يعني اهتمام الجماهير في فوزه في سباق البريكنز ستيكس القادم. نعم شكرا لك أحمد حسين محلل قناة دبي ريسنج لسباقات الخيل، شكرا لك على هذا التحليل الوافي. شكرا. والكافي. نشكر أيضا سلطان سعيد حارم محلل سباقات الخيل أيضا في القناة، ونشكر أيضا موفد قناة دبي ريسنج أيضا الزميل عبد الرحمن أحمد أمين، وأيضا المخرج نبيل يعقوب والمصور حمد سامي، ونشكر طاقم العمل المتواجد هنا خلية النحل فعلا المتواجدة في قناة دبي ريسنج أيضا بقيادة المخرج محمد صبري وتيسير شنابلة، وتشكر خاص أيضا للمنتج دانيا يوسف، واشكر جميع من رافقنا في أيضا تأمين هذا النقل لهذا الاستوديو مع هذه السباقات الكلاسيكية. دائما نحن على الموعد معكم في نقل أيضا حصري ومباشر لجميع السباقات الكلاسيكية عبر قناة دبي ريسنج بشكل مباشر، وعبر الاستديوهات المصاحبة لتضعكم في الصورة بالتحليل الوافي والكافي. هذه تحيات عصام الخامري من التقديم، وتحيات طاقم العمل. مع السلامة. I'm lying in the gutter looking up at the stars. Can't keep running, it's catching up on me now. It makes me wonder if I'ma ever get out. Yeah, I'm so gone that there's no saving me now. And I feel such a fool.